كيفاش يتم التصويت للانتخابات التشريعية؟ كل تونسي عايش في تونس ولا في الخارج ومقيد في قائمة الناخبين عنده الحق باش ينتخب. الانتخاب يكون حر مباشر وشفاف، وما ننساوش اللي سرية الانتخابات حق لكل ناخب. اللي يمثلوا المترشحين والملاحظين المحليين والدوليين يكونوا حاضرين باش يضمنوا نزاهة العملية الانتخابية. وقتاش ننتخبوا داخل الجمهورية؟ نهار لحد 26 أكتوبر 2014 من 7 متاع الصباح للستة متاع العشية. كيفاش ننتخبوا؟ يلزم الناخب يكون ثبت في المكتب اللي باش يصوت فيه. بعد ما يشد الصف بنظام ويدخل للمكتب يوري اللي يديه ما فيهاش حبار، يمد بطاقة تعريفه ولا الباسبور باش يتأكد أنه اسمه موجود في القائمة، يصحح الناخب قدام اسمه، يغطي السباب يده اليسار ويهز ورقة الاقتراع بعد ما يتأكد أنها مطبوعة من تالي من الأربع شيرات، يمشي للخلوة اللي بتبيع تكون فارغة، يستعمل ستيلو الموجود ويحط علامة قدام قائمة واحدة أكهو، يطوي ورقته، يخرج من الخلوة ويحطها في صندوق الاقتراع، يخرج من المكتب ثم من مركز الاقتراع. شنية الحاجات الممنوعة؟ كل ما هو دعاية انتخابية وتعبير على الانتماء السياسي واستعمال التليفون. شكون اللي عنده لولوية في الصف؟ الكبار في العمر والأشخاص ذوي الإعاقة والحوامل. كيفاش الأشخاص ذوي الإعاقة ينتخبوا؟ كل ناخب كفيف ولا عنده إعاقة في ديه تمنعه باش يكتب يوري بطاقة الإعاقة متاعه ويختار مرافق يدخل معاه للخلوة باش يكتب في بلاستو. المرافق لازم يكون الزوج ولا الزوجة، البو ولا الأم، الجد ولا الجدة، الابن ولا الابنة، الحفيد ولا الحفيدة، على شرط أنه هو بيدو يكون ناخب مسجل. المرافق يلزم يمد بطاقة تعريفه ولا الباسبور متاعه، وكان بطاقة التعريف ما توريش صلة القرابة يلزم يستظهر بأي وثيقة أخرى. وكان الناخب صاحب الإعاقة ما عندوش مرافق، يكلف رئيس مكتب الاقتراع أي ناخب آخر من الصف باش يرافقوا للخلوة. قبل ما يرافقوا للخلوة يغطس المرافق صبعه الصغير متاع يده اللي صار في الحبار. كيفاش التوانسة المقيمين بالخارج ينتخبوا؟ الانتخابات التشريعية في الخارج تدوم 3 أيام اللي هما 24، 25 و 26 أكتوبر 2014 من 8 متاع الصباح لـ6 متاع العشية. الاقتراع يصير في القنصليات والبعثات الدبلوماسية والمراكز اللي عينتها الهيئة الفرعية بالخارج، ولازم كل ناخب يوري بطاقة تعريفه ولا الباسبور متاعه. مدامك سجلت وتعرفت على مركز الاقتراع، توا ثبت من القاعة اللي باش تنتخب فيها ورتبتك في قائمة الناخبين على twensa.easy.tn، وإلا بالتليفون اضغط مجاناً على نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف دياز. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انتخابات 2014.